معانا على التليفون استاذ فتحي سليمان، مدير تحرير موقع القاهره 24. اهلا بحضرتك يا استاذ فتحي. مساء الورد يا استاذ سليمان، ومساء الجمال على الساده المشاهدين. مساء النور على حضرتك. والنهارده البيان الخاص بوزاره الداخليه بخصوص الحادثه اللي احنا كلنا تابعناها، وتم تداول الاخبار وسمعنا من اهالي البنات ان كان في شاب بيجري وراهم. النهارده وزاره الداخليه بتنفي كل هذا الكلام. استاذ فتحي، التحقيقات وصلت لايه؟ خلينا اقول لحضرتك ان الحادثه بدات طبعا زي ما حضرتك متابعه وقلتي، كان فيها طبعا قرارات من النيابه العامه صدرت بتسليم السياره وباستماع لاقوال والد الفتاه المتوفيه، كمان صديقتها والد ريهام ضحيه الحادث، وكمان تفتيش فيديو لو وصلكم او ابعته للاعداد تعرضوه للحادثه نفسها اثناء حصلت على مطلع كوبري مدينه نصر. ايوه، الحادثه ما كانش فيها وفقا لبيان الداخليه طبعا اللي جه واللي ظهر في الفيديو، ما كانش فيها مطارده ولا فيها تحرش زي ما قيل، وكان القصه بتاعه التحرش اللي قيلت على لسان احدى زميلات المتوفيه زميله الطالبه ريان، لكن قالت ان هي قبل او اثناء الاغماء سمعت بتقول انه كان في حد بيزنق عليهم او بيغلس عليهم، لكن ده لم يتضح في الفيديو المنشور امس في على صفحه وزاره الداخليه، وكمان في البيان الرسمي اللي صدر اثناء السياره واللي بتاخدها الطالبه من محافظه الاسكندريه واختها كانت معاها وثلاث بنات ثلاثتهم. استاذ فتحي استاذنك بس تتحرك شويه لان في مشكله في الشبكه. طيب تمام كده؟ اتفضل يا فندم. زي ما قلنا امبارح بالليل طلع بيان في وقت متاخر من النيابه العامه. وقال كمان ان الفتاه اللي كانت بتسوق السياره طالبه من محافظه الاسكندريه، وكان معاها اختها وثلاث بنات تانيين زميلاتهم، واثناء اقترابهم من مطلع كوبري في مدينه نصر اصطدمت السياره بالحاجز الخرساني بمطلع الكوبري، وكان في فيديو مرافق لهذا البيان على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه لم يوضح ولم يتبين فيه اي يعني تحرش او اي مطارده من قبل شاب او شخص اخر. اللي قيل في هذا الصدد او السند لهذا الموضوع ان احدى البنات ضحايا الحادث او اللي كانوا مرافقين لضحيه الحادث قال ان هو سمع قبل وفاه ريهان ومن احدى الشقيقاتها او من المصابات قالت ان هي حد كان بيزنق عليهم قبل ما تتوفى. هذه هي المعلومه الوحيده التي اشارت الى وجود شاب متحرش، لكن عايزين بس نقف مع النقطه دي يا استاذ فتحي. والمعاينه يعني البنت اللي قالت السيناريو اللي هو الخاص ان كان في ولد بيطاردهم او بيجري وراهم، دي كانت بنت من اللي كانوا موجودين في العربيه؟ هي المتوفيه قبل ما تتوفى وقبل ما تنتقل، بمجرد لان هم كانوا زي في حاله من عدم اللاوعي او من في حاله غيبوبه، وقال ان تهيألي او بيتهيألي ان انا سمعت ان هي بتقول ان في حد بيزنق عليا، واخد بالك؟ فبالتالي من هذا من هذه الشراره او من هذا المنطلق الاب اتهم احد الاشخاص وهو سراج الدين توفيق والد الفتاه المتوفيه والد ريهان، وهي خريجه كليه سياحه وفنادق، واللي كانت طبعا بتقود السياره برفقه اختها وصديقتها، وكانوا عائدين من حنه احدى صديقاتهم اللي هي مصابه معاهم في العربيه. طبعا الاب مسك في هذا الخيط واتهم احد الشباب للتوصل الى ما اذا كان هناك متهم من عدم. ومن هنا يعني خرج السيناريو اللي انطلق علينا على مدار الساعات اللي فاتت، ولكن بيان الداخليه النهارده بيوضح كل التفاصيل، وبعد تفريغ الكاميرات وكمان نزلوا الفيديو، فالموضوع اصبح واضح للجميع ان الموضوع هو حادثه نتيجه الخلل في القياده. خليني اقول لحضرتك كمان يا سينا على قرارات النيابه العامه اللي صدرت في القضيه اللي حملت رقم 4853 اللي توفت فيها الطالبه خريجه سياحه وفنادق واتصاب زميلتها. قرارات النيابه يوم 18/11 من خمس ايام يصرف المدعو سراج الدين توفيق اللي هو والد الفتاه المتوفيه من سراي النيابه بعد الاستماع لاحواله. ايوه، وتكليف مفتش الصحه بتوقيع الكشف الطبي على ريهان سراج الدين اللي هي المتوفيه لبيان سبب الوفاه، وده اجراء طبيعي وارد في جميع الحوادث.
وكمان يطلب تحريات المباحث حول الواقعه واللي اكدت وظروف ملابساتها اللي اكدت عدم وجود اي شبهه في الوفاه. صحيح. وكمان الاستعلام عن حاله المصابين دينا محمد عبد الرازق وروان هشام وروان تراج الدين توفيق اللي هي اخت المتوفيه ودنيا محمد منتصر، ثم استيفاء الاوراق بارفاق التقارير الطبيه في ملف النيابه العامه، وكمان تكليف مامور اسم مدينه نصر باعلان المصابين للحضور لسرايا النيابه فور تمثلهم للشفاء، وده اللي تم.